هذا فيديو درته سبيسيال صحاب الدرب حي الدرب العتيق. عندك وانا ساكن شوف الدرب هذا رانا في 23 زون قاعدين هكا حوش طايح كلشي طايح واحد مور واحد طايح. هذه خرجت عندها دارها راهي دايره براكه مسكينه هي وبنتها حيد. عندكم شوف عندكم وانا ساكن عندكم ما جاو شافونا ما جاو عندنا والو. ها عندكم شوفوا رانا ساكنين فيديو السلام عليكم. هذا مرمر سيدي يعيش ورانا نقارعو دا شحال من عام 7 سنين ملي طاح الحوش وكاع هذه الحومه راهي مغبونه الناس كاع راهم مغبله ما كانش كاع ليها مهني وروحنا لهم ورانا قاعدين برا دروك روحنا لهم لامين روحنا للدايره روحنا للولايه دايره 77 كاغط وما بان والو علاه ما يشوفوش فينا ويديروا نحل ويرفدوا هاد الغريوينات مننا خايفينهم لا يموتوا. ما سبب تجاهل السلطات لممر سيدي عيش اللي عنده شي قوه في وجه الله يوقف معانا لخاطرش رانا مغبونين وصل الحم وصل الخدمه للعدم. لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا فينا وشوفوا في الغراوين البارح حضرونا البارح الحيطان طايحين الضو طايح مقطع علاه علاه. عندكم هادو غادي ندخلوها عندهم وشوفوا هما مساكنين واحد. عندكم هادو ولا مساكنين شوف انا خاف نقدر عندكم شنو نقدر بكش عندكم الصغاور راهم ها عندكم حوش هذا قاع طايح ما فيش واحد غير هاد العائله ولادها ها ها عندكم.